أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. نقرأ في المدى: رغم نفي الصحة، متحور أوميكرون يتفشى في بابل. جاء في عربي 21 11 قتيلا بصفوف الجيش العراقي إثر هجوم لتنظيم الدولة. وول ستريت جورنال عنونت: بوتين يقامر من أجل استعادة أمجاد روسيا المفقودة. نطالع في الشرق الأوسط: أزمة أوكرانيا، بلينكين يحذر من الغزو، ولافروف يطالب بانسحاب الناتو. العربي الجديد عنونت: جحيم الشتاء في مخيمات الشمال السوري، أضرار فادحة ومناشدات للمساعدة. ونتصفح في نيويورك تايمز: الولايات المتحدة ضربت سد الطبقة السوري بقنابل زينتها 2000 رطل وكادت تتسبب بكارثة. وجاء في القدس العربي: مرصد عراقي، المهجرون مخيرون بين الموت تجمدا أو العودة لمناطقهم المدمرة. أهلا بكم. يقول الكاتب عبد الكريم البياتي في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني: حاز الإعلان عن محاكمة أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا باهتمام عربي شعبي واسع منذ نهار الخميس الماضي، وترجم ذلك ردود فعل كبيرة مرحبة في الشارع. الضابط المدان، وهو عميل في مخابرات نظام الأسد بشار الأسد ويدعى أنور رسلان، حصل على حكم بالسجن مدى الحياة المؤبد بعد ثبوت تورطه بجرائم قتل وتعذيب للمواطنين السوريين، ووفقا لمجريات محاكمته التي تمت في مقاطعة كوبتنس الألمانية والتي تعتبر الأولى من نوعها في هذه البلاد الأوروبية، فتحت على ذاكرة وذاكرة ملايين العراقيين. يقول الكاتب: أسماء مماثلة للضابط رسلان وإمكانية أن تتوفر عدالة ولو بالجزء الذي يتيح السؤال حول أين الضحايا أو من قتلهم أو هل يمكن البكاء عليهم. مثل هكذا عدالة لا تتوفر في وطني ولو بالحد الأدنى، جعلت للعراقيين ذاكرة حديدية لا تصدأ وتستعيد شريط السنوات الماضية والحالية بل وحتى القادمة، وإمكانية أن نرى شيئا منها. عادت بي الذاكرة كغيري من العراقيين الذين شاهدوا هذا الخبر إلى الأحداث التي مرت بالعراق منذ عام 2003 وحتى الآن، من مجازر وحشية ومروعة وانتهاكات ارتكبت بعشرات الآلاف وعمليات نهب وسرقة أموال العراقيين بلا محاكمة عادلة واحدة، وآخرها الجدل الذي عم في الشارع العراقي بشأن جلسة البرلمان الأولى وما شابها. فقد تفاجأ الأغلبية من أبناء الشعب العراقي وخاصة من النازحين والمهجرين الذين يتطلعون إلى الأسماء التي ستمثلهم في البرلمان وتنصفهم في إعادة حقهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم بانتخاب حاكم زاملي كنائب أول لرئيس البرلمان، وهذا ما تفاجأ منه أغلب من شاهد الخبر. فلهذا الاسم موقع في ذاكرة العراقيين إبان الفتنة الطائفية وتورطه في فرق الموت التي قامت بتصفية الكثير من الأطباء والكفاءات قتلا وتهجيرا خلال عمله مع ميليشيا جيش المهدي بين عامي 2006 و2008، ومنها تورطه بقتل الطبيب علي المهداوي وشقيقه، وكذلك تهم خطف المواطنين على الهوية من المرضى والمراجعين الأبرياء.
الظاهر اليوم من العراق أن من يريد فصل القضاء عن السياسة وضغوط أحزابها وميليشياتها يحتاج إلى استيراد قضاة أو محاكم لكي تبت في قضايا الإرهاب والعنف الطائفي والمجازر ضد المدنيين العزل التي مر بها العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا. وآخر تلك الأحداث قتل المتظاهرين بأحداث ثورة تشرين والتي لم يتم الكشف عن المسؤولين عنها أو محاكمتهم، ولكن السلطة القضائية تقف مع القوي من الأحزاب وميليشياتها مقابل المواطن الضعيف الذي بلا حول ولا قوة. نشر موقع كتابات حيث ترجم الكاتب هاشم نعمة مقالا للكاتبة كارولين رونلاندس حول تقارير جديدة عن عدد القتلى المدنيين في حروب أمريكا. تمنح السلطات الأمريكية العليا الإذن على نحو متزايد لما تعتبر في الواقع عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وقد دعا عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى بايدن إلى إنهاء هذه الهجمات والتي لا تحل في نهاية المطاف أي شيء كما ثبت في حسب التقديرات الأمريكية. أفغانستان قتل فيها 70 مدنياً، أو بالأحرى في الحويجة قتل 70 مدنياً، وكان القصف قد استهدف مخزن قنابل تابع لداعش كما ذكر. لذلك قررت هولندا إجراء تحقيق مستقل عام 2020، لكنه ما زال بطيء جداً ويتعرض إلى معوقات. عادة تحتاج واشنطن إلى وقت لا نهاية له للاعتراف بمثل هذا الخطأ. قتل موكب زفاف في اليمن بدلاً من طابور من المتطرفين، إذا أقر الاعتراف به على الإطلاق، الأمريكيون ليسوا وحدهم بأي حال من الأحوال في هذا الأمر. خذوا قتل المدنيين في هجوم شنته القوات الجوية الهولندية على الحويجة في العراق عام 2015، وقد اعترفت الحكومة بالتورط به في وقت لاحق فقط، لكن بعد 10 أيام من هجوم الطائرة بدون طيار قدمت صحيفة نيويورك تايمز صورة لما حدث بالفعل. لم يكن متطرفاً يحمل القنابل، ولكن قتل عامل طوارئ بالماء وغاز الطهي، ولم يكن لدى واشنطن من مخرج. قتل الكثير من المدنيين في الحرب على الإرهاب، الحرب التي شنها الرئيس بوش الابن على الإرهاب رداً على هجمات القاعدة في 11 من أيلول سبتمبر، أكثر بكثير مما كنت أعتقد، وربما أنت أيضاً. في تقرير جديد في 1 أيلول سبتمبر يحصي مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون ما مجموعه 387.072 حالة وفاة لمدنيين نتيجة الحرب المباشرة، ليس بسبب المرض أو الجوع، منذ 11 سبتمبر في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا واليمن وغيرها من مناطق الحرب ما بعد 11 سبتمبر. تقول الكاتبة ولاء سعيد السامرائي: دخل أعضاء الإطار التنسيقي الخاسر بتهديدات على لسان بعض النواب مثل عالي نصيف، ثم تطور الأمر إلى تهديدات بالتصفية الجسدية وبإطلاق عبوات على مقرات وبيوت أعضاء بعض الكتل كي تنضوي إليهم أو لإرهابهم، وإطلاق الصواريخ باتجاه بعض القواعد العسكرية الخالية تماما من القوات الأمريكية أو قوات التحالف. لم تأتي نتيجة الانتخابات الأخيرة بأي كتلة يمكن أن تسمى بالكتلة الأكبر، بل شهدنا نفس الأقلية وبمقاعد محسوبة للتوازن بين أحزابها ومراكز القوة بينهم التي يتم تدويرها من قبل الاحتلال الأمريكي وعضيده الإيراني للمرة الخامسة. أقلية حزبية وميليشيات الفائز فيها التيار الصدري لم يغادر المحاصصة والطائفية والتبعية حينها، وحالاً بعد ظهور نتائج الانتخابات ينشر زعيمها تغريدة هي
إحدى أقوال الخميني عن الحكومة التي سيشكلها بأنها حكومة لا شرقية ولا غربية، تبعها بتغريدة يتكلم فيها عن مكونات العراق بدلاً من الكلام وبشكل صادق عن الشعب العراقي بدون تمييز ولا تسميات طائفية ودينية أو عرقية. لم يخطئ الشارع العراقي باعتباره المستقلين الذين فازوا في الانتخابات، ومن ادعى أنه يمثل ثورة تشرين أرقاماً ليس لها وزن مقابل الآخرين، إلا إذا التحقت بجهة معينة من الأحزاب المتمرسة على الفساد وحصد امتيازات الوزارات وأموالها وعقودها. وبحسب أحد الأعضاء الذين صرحوا للإعلام بالقول، منذ الجلسة البرلمانية الأولى عرفنا أن كل شيء قد تم توزيعه بين الأحزاب القديمة حتى اللجان، ولم يبق لنا إلا الانضواء تحت أحزابهم، أو لا مكان لنا إلا لجنة المرأة الخالية من أي أموال وامتيازات. ولا السمراي تقول: أمام الشعب العراقي وأمام العالم، قدمت الأقلية الحزبية والميليشياوية في نفس الوقت الولائية في هذه الانتخابات والجلسة النيابية الأولى دليلاً صارخاً واضحاً على أنها ليست وطنية ولا تمثل الكتلة الأكبر لا في الانتخابات ولا في البرلمان. وهي تقول وبصراحة متناهية عبر معاركها على الكعكة بأنها تابعة لا تعمل من أجل الشعب ولا من أجل العراق، وفي القريب العاجل ستختفي هذه المماحكات الاستعراضية ليتم التوافق من جديد على إنتاج نفس الحكومات السابقة ونفس الوجوه وبدون أي رتوش جديدة. في عربي 21 جاء هذا المقال: كيف غيرت الطائرات المسيرة شكل الحروب الحديثة؟ ترجم موقع عربي 21 مقالاً لصحيفة التايمز، مقالاً أشارت فيه إلى أن الطائرات المسيرة الحاملة القنابل لعبت دوراً مميزاً مميتاً وبشكل متزايد في الحروب، وأضافت كذلك الصراعات في العالم. وتقرير يضيف أن الطائرات المسيرة المسلحة إيرانية الصنع التي استخدمها الحوثيون في اليمن ضد ناقلات النفط في الإمارات هذا الأسبوع أثبتت مرة أخرى أن أنظمة الأسلحة هذه لديها تأثير تكتيكي استراتيجي. لعبت الطائرات المسيرة المزودة بمجموعة من الأسلحة دوراً مميتاً وبشكل متزايد في الصراع المستمر منذ 8 سنوات في شرق أوكرانيا، بينما ينتظر العالم ليرى ما إذا كان الرئيس بوتين سيأمر جيشه بعبور الحدود. كان الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق دونباس يقصفون القوات الأوكرانية المتخندقة بطائرات مسيرة مسلحة بقذائف المورتر، فردوا عليهم بطائرات بيرقدار تي بي المسيرة المسلحة بصواريخ دقيقة، ونجحت في استهداف مدافع الهاوتزار الروسية دي 30 أيضاً. أنواع جديدة من الطائرات المسيرة آخذة في الظهور، جرى الكشف عن نسخة واحدة تحمل بندقية هجومية أو بندقية قنص من صناعة شركة إسرائيلية هذا الشهر، ويمكن أن تصبح قريباً نظام الأسلحة المناسب لكل قائد مشاة. لقد أدى انتشار الطائرات المسيرة المجهزة بأسلحة في أيدي مجموعة متزايدة من الدول وحتى الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول مثل الحوثيين أدى إلى تغيير مفهوم استراتيجية الحرب بالكامل. كل حكومة تريدها وسوق التصدير الذي يولده كبار منتجي هذه الطائرات ضخم جداً، لدرجة أن الوصول إلى أسلحة الروبوت المحمولة جواً أصبح سهلاً وبأسعار معقولة. نعلم جيداً وكلنا نعلم ذلك، غير القصف الجوي الروبوتي حظوظ الحكومة الوطنية في ليبيا، وكان أيضاً أساسياً خلال نزاع العام الماضي في جيب ناورونو قرباغ، حيث سيطرت طائرات بيرقدار تي بي 2 المسيرة على الأجواء لصالح الأذربيجانيين ضد الأرمن.
وننتقل إلى التايمز. إيران تطور قدراتها الصاروخية بسرعة قياسية هائلة. قال الكاتب البريطاني روجر بويز إن إيران تطور قدراتها الصاروخية بسرعة فائقة وتشكل تهديداً للشرق الأوسط في نفس الوقت بحسب ما نشرت صحيفة التايمز. وفي مقاله قال بويز إن إيران بالأحرى هي صاحبة أشرس اقتراح لأوروبا، وهو تقبلون كقوة نووية مقبلة لها طموحات مشروعة لتكون زعيمة إقليمية، وإلا سننشر الفوضى ونفجر أصدقائك. بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، نقل الكاتب عن مدير قسم إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز قوله إن الوقت قد أزف، مضيفاً يبدو أن إيران تشتري الوقت تحت غطاء الدبلوماسية المستمرة. وتابع: الجميع يلوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على اندفاع طهران نحو أن تصبح قوة نووية، ويدعي مؤيدو الرئيس الحالي جو بايدن والموقعون الأوروبيون على صفقة إيران وروسيا والصين وطهران نفسها أنه من خلال الانسحاب من الاتفاقية في 2018 حرر ترامب صانعي القنابل من جميع القيود في دعمه المتخيل لاحتواء أوسع وأكثر قوة للنظام الملالي، ورأى أنه منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 أجرت إيران العديد من تجارب الصواريخ الباليستية وأنشأت مخابئ صواريخ محصنة جديدة وحجبت معلومات عن أبحاثها النووية السابقة وواصلت البحث عن التكنولوجيا النووية وشنت حربا خفية ضد عمليات الشحن في الخليج. بويز يعقب قائلا: قد تتمكن إيران من صنع قنبلة وربما، لكنها غير قادرة على بناء ترسانة نووية حربية، الأمر الذي يتطلب زمنا طويلا وموارد ضخمة في نفس الوقت. لذا يخلص إلى أنه على الرغم من التنامي السريع لقدرة طهران النووية، إلا أن برنامجها الصاروخي قد يستحيل إلى أن يكون خطرا أكبر. وفي خبرنا اليوم، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا قالت فيه إن روسيا وإيران أظهرتا جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على لقاء الرئيس فلاديمير بوتين. في هذا التقرير كذلك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أعده أنتون تريانتوفسكي وفرانز فصيحي وستيفن أرلانغر قالوا فيه إن الرئيس بوتين التقى بنظيره الإيراني في موسكو، حيث اتبع قواعد التباعد الاجتماعي في اجتماع ذكر فيه رئيسي نظيره الروسي أن إيران تقاوم الولايات المتحدة بشدة منذ 40 عاما. واليوم وفي الوقت الذي تخوض فيه روسيا المواجهة مع واشنطن، قال رئيسي إن الوقت قد حان للتآزر الكبير بين البلدين. اللقاء والتعليقات مثل مسرح سياسي جاء في لحظة حيوية لواشنطن وأعدائها، وبدأ رئيسي بهدف إظهار التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات التي لم تكن متوافقة في معظم الأحيان وتتباين المواقف بينهما بناء على الثقافة والتاريخ. ولكن العدو الآن بالنسبة للبلدين إلى جانب الصين بات الولايات المتحدة، فقد تورط بوتين في نزاع مع الولايات المتحدة حول مناطق التأثير ويواجه عقوبات قاسية لو أتبع تهديده بغزو أوكرانيا. وكانت زيارة رئيسي فرصة لكي يظهر بوتين أن موسكو لديها أصدقاء تستطيع الاعتماد عليهم في وقت المواجهة مع الغرب، وتواجه إيران عقوبات اقتصادية من الغرب في وقت تجري محادثات مع الدول الموقعة على الاتفاقية النووية الموقعة في 2015 بغرض إحيائها. لكن الرئيس أعرب عن دعم تكتيكي لبوتين في أوكرانيا ولم يتم توقيع أي اتفاق علني، لكن لم يعرف المدى الذي سيذهب فيه الكرملين لبيع إيران الأسلحة الروسية المتقدمة، إلا أن الكرملين يبدو عازماً على إرسال رسالة للغرب بأنه يبحث عن قوة مواجهة له، في إشارة للمناورة البحرية التي ستعقدها روسيا مع الصين وإيران.
وتعلق الصحيفة أن البلدين لديهما عدد من الخلافات، فعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو إلا أن اقتصاد روسيا وعلى خلاف إيران لا يزال مندمجا في الغرب، وعمل بوتين على تمتين العلاقات مع إسرائيل التي تتعامل معها إيران كعدو. وفي فيينا تعمل روسيا مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة لإحياء الاتفاقية النووية، ومع تصاعد الخلاف مع الغرب فإن قادة روسيا عبروا عن استعداد لغض الطرف عن الخلافات مع طهران. بعيداً عن السياسة، يأمل حماة الحياة البرية في بقاء فيلين توأمين حديثي الولادة على قيد الحياة تحت رعاية أمهما بورا وحراسة ذكر متيقظ تماماً في بداية محفوفة بالمخاطر في متنزه في كينيا. ولد الفيلان اللذان لم يتم اختيار اسميهما بعد هذا الأسبوع في محمية سامبورو الوطنية، وأصبح ثاني توأم فقط تشهدهما منظمة أنقذوا الأفيال الخيرية المحلية على الإطلاق. وقال إيان دوغلاس هاميلتون مؤسس المنظمة: يمثل التوأم نحو 1% فقط من المواليد، وكثيرا ما يكون لبن الأمهات غير كاف لإطعام الصغيرين. وذكرت وكالة رويترز أن آخر مرة شهدت فيها منظمة أنقذوا الأفيال ولادة توأم كانت في 2006. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.